في ظل التحديات الأمنية الراهنة للأمن والسلم الدوليين، وأنا أسأل الدكتور بول بيكرز مدير مكتب سكرتير عام منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، ما هي المقاربة المتبعة من قبل منظمتكم لمواجهة هذه التحديات؟ أشكرك أيها الميسر على هذا السؤال، ولكن دعوني أقول في البداية أنني أتشرف لوجودي هنا وأشعر بالشرف العظيم لتواجدي ضمن مجموعة المتحدثين. أشكر فخامة الرئيس وحكومة مصر على التنظيم لهذا الحدث الرائع. وللرد على سؤالك سيدي الميسر، دعوني في البداية أتحدث عن المنظمة التي أعمل لديها، لأن كل القاعة هنا ربما لا تدرك عمل هذه المنظمة، وبعد ذلك سأرد على سؤالك. أنا أعمل لأجل منظمة التعاون والأمن في أوروبا، ولدى المنظمة قيمة مضافة محددة. إذا ما نظرتم في الجغرافيا، نقول أننا منظمة تغطي المنطقة من فانكوفر إلى فلاديفوستر، وهي لا تخص فقط أوروبا ولكنها تشتمل أيضا على أجزاء كبيرة من الجزء الشمالي وروسيا ومنغوليا، ومن الناحية الأخرى كندا والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يضفي علينا خصائص محددة. فعلى عكس منظمات أخرى تجمع الدول بينها، لأنهم يتشاركون هدف محدد وغاية محددة، مثل الاتحاد الأوروبي والناتو وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. إذن نحن نجمع دول لا تربط بينهم صداقة، ولكنهم مثل على سبيل المثال روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. إذن نحن منبر فريد من نوعه للحوار، حيث يتحدث الجميع بعضهم إلى بعض عدة مرات في الأسبوع حول مواضيع شتى ومتنوعة، وجزء من هذه المواضيع قد لا يناقشونها، وبالتالي هذه هي القيمة المضافة المحددة لمنظمتنا من الناحية الجغرافية. ولدينا أيضا شركاء، لدينا دول البحر الأبيض المتوسط وشركات المتوسط، ومصر هي شريك بالغ الأهمية. وبالنسبة للخصائص الأخرى لمنظمتنا، هو ما نطلق عليه المفهوم الشامل للأمن. عندما نفكر في الأمن، فنحن نفكر في المسائل الحربية والأمنية، ونحن نؤمن بأن الأمن لديه مكونات ثلاثة. المكون الأول هو المسائل السياسية والحربية، نزع السلاح، والبعد الثاني هو البعد الاقتصادي والبيئي. نؤمن بأن التدهور البيئي هي أحد الأسباب والتهديدات للأمن. أما المكون الثالث فهو البعد الإنساني، حقوق الإنسان والشفافية، كل ذلك متصل أيضا بالأمن. إذن مفهوم الأمن يجعل من منظمتنا منظمة تختلف عن المنظمات الأخرى. وداخل هذه المنظمة أدركنا أهمية دور الشباب. الشباب هم المستقبل، ويجب إشراكهم في كافة المسائل الأمنية على مستوى السياسات. كان لدينا مؤتمر وزاري، وكان الشباب موجودين بشكل كبير وشاركوا في المناقشة، وكان لدينا المنتدى العالمي للشباب، وكان لدينا فريق الخبراء من الشباب والذين قاموا بوضع منظور لسياسة 2020. وملاحظة شخصية بالاستماع إلى المتحدثين السابقين وما قالوا، وأعتقد أنه هنا يجب أن نتوخى الحذر، ألا نحاول السيطرة والتأثير على الشباب ووضع قائد في أذهانهم.
فمن ناحية المفهوم نحن نعتقد أن الأشخاص يميلون إلى السلبية، ولكن الكتابات الأخيرة توضح أن الأمر بالعكس من ذلك. إذا ما تركنا الأشخاص على طبيعتهم فهم سيقومون بالأمور التي يميلون إلى القيام بها بشكل طبيعي، وما يودون القيام به هو العيش في سلام ومساعدة بعضهم البعض. وأمل أن لازلنا لدينا هذه العقيدة الأصيلة، وأحد الأسباب التي تدفعني إلى قول ذلك لدينا كتاب Lord of the Flies، وهي قصة متعلقة بهذا الطفل الشاب الذي وجد نفسه على جزيرة وعاش هناك وحده، وبعد فترة كان هناك صراع مع أشخاص آخرين وقتل أحدهما، وكان هذا كتاب خالي. وبعد ذلك بدأوا يفكرون هل هناك قصة حقيقية وراء هذا الكتاب. نعم، هناك قصة وراء ذلك. في فيجي حدث أمر مماثل، هناك شباب ذهبوا في عرض البحر وتحطمت سفينتهم ووجدوا أنفسهم على جزيرة. وماذا حدث بعد ذلك لهؤلاء الفتية الست؟ كانوا أقوياء وكانوا سعداء وكانوا مستقلين وتمكنوا من الاستفادة من القيمة المضافة لبعضهم البعض. أحدهم كان يطبخ والآخر يقطع الخشب، وكانوا إذن يجتمعون في المساء ويتحدثون فيما بينهم، وكان هذا واقع ومختلف عن الكتاب. أعتذر للإطالة، ولكن مع وجود هذا العدد الكبير من الشباب كانت هذه الرسالة أود إذن تقديمها باقتضاب حول طريقة تعاملنا مع المسائل التي تحدثنا عنها صباح اليوم. ولا أود أن أكرر ما تقدم به المتحدثون البارزون أصحاب المعالي شددوا على ذلك. نحن لدينا شعبة خاصة متعلقة بالتهديدات العابرة للأوطان والحدود، ولدينا هذه الشعبة المحددة المتعلقة بالعنف الشديد الذي التطرف الشديد عفوا الذي يؤدي إلى الإرهاب والتطرف العنيف الذي يؤدي إلى الإرهاب. وكيف نساهم؟ لأنه كما قال معالي الوزير هذا تضافر للجهود، ولدينا جميعا دور نطلع به. نحن نؤسس هذه الاستراتيجية في اتجاهين في نفس الوقت، أحدهما هو زيادة القدرات المؤسسية للدول الأعضاء وعددها 57 والدول الشريكة التي وصل عددها إلى 1 دولة. الأمر الثاني الذي نقيم به هو أننا نشجع التعاون الإقليمي ودون الإقليمي. وبعض الأمثلة قمنا بتطوير مواضيع وفرق التطوير المتنقل وهم يتنقل إلى الحدود، مثل منطقة وسط أوروبا وشرق أوروبا، ويقدموا التدريب حول إمكانيات التنقل للأرهاب وأيضا تهريب الوثائق وأيضا كيفية تحديد الوثائق المزيفة. وإذا نقوم بتدريب مكثف لكافة الشركاء والدول المشاركة حول هذه المواضيع المحددة. لدينا مثال آخر لعملية إدارة الحدود في دوشنبي في تاجيكستان، وهذا يوضح الفهم فيما بين الدول الأعضاء لأن الأمن الحدودي لم يعد مسألة وطنية ولكنها مسؤولية دولية كما تم الإشارة إلى ذلك. لدينا المئات من الخبراء في الحدود من أفغانستان إلى المغرب يتدربون في مسائل مكافحة الإرهاب والأمن. وأعطيكم مثالين، لدي الكثير ولكن أود أن أحيل الكلمة إلى المؤسس. شكراً.